طيب اتفاق الغاز مع إسرائيل، هل الشعب اللبناني راض عنه؟ الشعب اللبناني غير مهتم بهذا الاتفاق، لأنه لا يعني له شيئا، بمعنى أنه لا يمكن في المدى المنظور أن ينال الشعب اللبناني أي فائدة من هذا الاتفاق، سواء على المستوى الاقتصادي أو على المستوى الاستراتيجي. والأزمة المعيشية والانهيار الكامل الذي يعانيه اللبنانيون لن يغير منه شيئا هذا الاتفاق، هذا إذا تجاهلنا المخاطر التي رتبها ترسيم الحدود على لبنان لجهة التنازلات الخطيرة في حقوقه المائية وفي ثرواته التي تضمنها هذا الاتفاق المجهول. هناك تساؤلات كثيرة، لماذا لم يعرض هذا الاتفاق على مجلس النواب وعلى الرأي العام اللبناني؟ لماذا هو اتفاق مكتوم لا أحد يعرف بنوده؟ وما هي الملحقات الأمنية والعسكرية التي تضمنها؟ وهل صحيح أن حزب الله وقع على معاهدة أمنية لمدة 25 سنة تضمن أمن الحدود للكيان الإسرائيلي؟ وما هي حصة إسرائيل من حقل قانا؟ يبدو أن خمس ما يمكن أن ينتج من حقل قانا سيذهب لصالح الإسرائيليين، وهذا يعني أن حصة لبنان بعد حصص الشركة المنتجة ستكون ضئيلة للغاية، وفضلا عن أنه لا يمكن معرفة الحجم الفعلي للثروة الغازية في هذه المنطقة.